السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنصور الابراج للجلابيات، عنده تصفيات شاملة على 50 ريال و100 ريال و150 ريال. هنخش دلوقتي جوه ونشوف الجلابيات عنده. بصوا ما شاء الله، حلوين اوي الجلابيات دي. وكده يا بنات دخلنا جوه المعرض، عندهم جلابيات مغربي وعندهم وجلابيات عسيري يا بنات، وعندهم كويتي، عندهم تشكيلات حلوة جدا وعندهم تصفيات شاملة، أسعار 50 ريال و100 ريال و150. إن شاء الله هعرض لكم بعض الموديلات عندهم بأسعارهم، حلوين جدا ما شاء الله، شكلهم حلو جدا. جلابيات استقبال، جلابيات عرايس، بصوا يا بنات الموديلات دي على 50 ريال، هنوريك كذا كده موديل على 50 ريال، وعندكم برضو يا بنات الموديلين دول برضو الموديل على 50 ريال. بصوا دي ما شاء الله عليها تطريز كده اهي، هي قطعتين يا بنات، قطعة قط وعليها القطعة دي الكم وفيها حزام يا بنات برضو اهو، ايه عشان تقفلي العباية. بصراحة الجلابية شكلها حلو جدا على 50 ريال، ودي برضو موديلات ب50 ريال. بصوا يا بنات شكلها عامل ازاي، هي في منها الوان؟ لا هذه لون واحد. ودي يا بنات جلابيات هندي، بصوا عامله ازاي. ودي يا بنات بصوا عامله زي الروب، شكلها حلو جدا على 50 ريال تصفيات. ده موديل يا بنات بحريني برضو على 50 ريال، وده هندي، ده موديل هندي على 50 ريال. ان شاء الله تيجوا يعجبكم، بصراحة عندهم تشكيلات حلوة جدا ما شاء الله. ودي برضو موديلات يا بنات على 50 ريال، انا هسيب لكم رقم البائع. ودي برضو يا بنات موديلات كويتي ما شاء الله حلوة جدا، دي بقى على 100 ريال يا بنات، شكلها حلو جدا ما شاء الله، ان شاء الله تيجوا يعجبكم. ولسه في موديلات تانية احسن. ودي يا بنات موديلات بحريني، ده على 100 ريال، بصوا ما شاء الله حلوة جدا. وده هندي، وعندكم برضو يا بنات الموديلات دي على 100 ريال بدل 350. بصوا الموديلات دي حلوين جدا ما شاء الله. قولي الخزينة الحيوان تلك على جوالكم. بصوا برضه بنات الموديلات دي على 100 ريال على تخفيضات ما شاء الله، حلوين جدا. بصوا ما شاء الله حلوين جدا، عايز اقول لكم ان التصوير ظالم بجد، القطعة شكلها حلو قوي وقيمة نازلة ب100 ريال بدل 350. هو عامل تخفيضات شاملة. بص يا بنات دي برضو، دول برضو الموديلات دي 100 ريال، بصوا ما شاء الله حلوين جدا، التلاتة احلى من بعض بصراحة. في منهم مقاسات البعض يا بنات من الموديلات انا بصورها عشان هي تصفيات، في منها مقاسات، وهسيب لكم برضو الرقم بتاع صاحب المعرض عشان لو حابين تتواصلوا معاه. بتشحن برا اي مكان برا المملكه؟ انا شحن بس ان الشحن عليه حساب. الشحن تمام، هو بيشحن يا بنات في اي مكان، يعني انتوا حابين شحن هيشحن لكم القطعه اللي انتوا عايزينها، تاخدوا سكرينات للموديل اللي عجبكم وهو ان شاء الله هيشحن لكم القطعه اللي انتوا محتاجينها. بصراحه شكلهم حلو جدا، ولسه في موديلات تانية. ودي برضو يا بنات موديلات برضو على 100 ريال، بصوا الاخضر ده حلو قوي، وتطريز يا بنات بصوا اللي عليه ده استرسات حلوة قوي، وبصوا برضو فيها على الكم، هي قطعتين بس، هي تلبيستين، هي قطعة واحدة بس تلبيستين، اللي فوق دي شيفون وفي برضو القطعة دي، تنفع جدا برضو مناسبات.
وفي القطعة دي. بصوا بقى يا بنات، دي موديلات تانية، دي على 150 ريال، برضو نزل عليها خصم بدل 350 و400. هو عامل تصفيات بصراحة حلوة جدا، والموديلات شكلها شيك جدا. بصوا دي قيمة جدا. بصوا بنات، هي قطعتين، هي قيمة جدا بصراحة. بصوا شكلها ما شاء الله حلوة جدا. في الوان يا بنات من الجلابيات دي اللي انا بعرضها، بس ما شاء الله حلوين جدا، والشغل اللي عليهم حلو قوي. وزي ما قلت لكم، في منهم الجلابيات الوان. النبيتي دي في منها برضو الاخضر. بصوا برضو دي، والشغل اللي على الكم بتاعها. هي بحزام برضو يا بنات، هي دي قطعة واحدة بس تحت البستين. حلوة جدا، شكلها شيك جدا. بصوا يا بنات، برضو الجلابيات المغربي دي، وفطام مغربي. بصوا ما شاء الله حلوين قوي. اقرب له كده من القطع، بس عامله ازاي، جميله جدا، تنفع جدا مناسبه فرح، تبقى حلوه قوي كجلابيات عرايس. بصوا برضو القطعه التانية دي، حلوة جدا بصراحة. دول على 150 ريال صح؟ ده على 150 ريال، وده الحزام بتاعها. بصوا بقى البيضة دي حلوة قوي. بصوا بنات، هي عبارة عن قطعة قط، وعليها القطعة دي، شكلها حلو جدا. وده برضو موديل تاني، ده على 150 يا بنات. زي ما قلت لكم تصفيات، بدل 350 و400، القطعة على 150 ريال. في القطعة دي الأسعار عنده بتبدأ من 50 ريال، 100 ريال، 150. وبصراحة ما شاء الله الحاجات حلوة جدا وخامتها حلوة. وزي ما قلت لكم بيشحن لأي مكان في المملكة. ودي برضو بنات موديلات تانية على 150. احنا عاملين بصراحه، نطلع لكم، مش عارفين نطلع لكم موديلات ولا ايه، كلهم ما شاء الله حلوين جدا. فانتوا ان شاء الله لما تيجوا المكان هيعجبكم، موديلات كتير جدا عندهم ما شاء الله. وعلى فكره بنات، في برضو الجلابيات اللي احنا بنعرضها، والقفطان، في منها الوان تانية. احنا بس بنحاول يعني نعرض لكم كام قطعه كده عشان نوريكم فكره القطعه عامله ازاي وشكلها، وان شاء الله تيجوا ويعجبكم. والموديلات دي برضو يا بنات على 150 ريال. بصوا ما شاء الله، دي تنفع جدا برضو في المناسبات. دي قطعة برضو تنفع معاكم في المناسبات، ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش يا بنات في الكومنتات تقولوا لي حابين اصور لكم ايه الفترة الجاية، وايه الاماكن اللي انتوا عايزين اصورها لكم. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى احلى واحلى. بصوا بقى يا بنات، دول قطع جميله جدا، عندهم شيفونات على برضو 150. انا بس عايزه اوريكم الاسعار كانت بكام. يعني بصوا الاسعار كانت ب 350 وب 700 ريال. هو منزل عامل تخفيضات حلوه جدا. القطع على 150، القطعتين دول شيفون الاخضر والنبيتي، ان شاء الله حلوين جدا. بصوا، يا رب الفيديو يكون عاجبكم، ويكون القطع اللي احنا صورناها النهاردة عجبتكم. وهسيب لكم رقم صاحب المعرض عشان تتواصلوا معاه ان شاء الله،
هو يشحن لكم في المملكه في اي مكان في المملكه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.